كابتن طارق سليمان المدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق. كابتن طارق مساء الخير. كابتن طارق كابتن طارق معايا؟ مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا كابتن وحشني، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام يا كابتن الحمد لله. يعني راي حضرتك النهارده في اداء الشناوي؟ والله يا كابتن سيف انا شايف ان الشناوي هو احد نجوم البطوله كلها، يعني لو اتكلمنا على الشناوي هنتكلم عليه في كل الماتشات اللي لعبها، الاربع مباريات اللي لعبهم، وواحد من افضل اللعيبه موجوده في المنتخب الاولمبي، وانا بعتبره هو من افضل حراس مرمى موجودين في البطوله يعني. وبرضه من حظه السيء ان احنا بنخرج بدري. ده حصل قبل كده في كاس العالم 2018، ده حصل قبل كده في بطوله افريقيا اللي كانت موجوده. انت عايز تقول يا كابتن ان لو احنا كملنا كمان كان الشناوي ينافس على افضل حارس؟ طبعا يا كابتن سيف، طبعا بدون كلام يعني. ما هو بصراحه يستحق كل خير بصراحه. هو ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن سيف، احنا في كاس العالم 2018 كان الشناوي برضو كان احد نجوم يعني، برضو عمل كل الماتشات اللي لعبوها قدوه بشكل كويس قوي، حتى في بطوله افريقيا اللي كانت هنا يا كابتن سيف خرجنا احنا من دور ال 16. صح. والشناوي كان احد نجوم البطوله دي، لولا ان انا كلمت على فكره يعني كان بينه وبين الكابتن شطه بعد ما المنتخب خرج والبطوله خلاص انتهت. قال لي لو كان تعرف الكابتن شطه كان من ضمن اللجنه اللي بتختارها. بالظبط، قال لي حظه السيء ان احنا خرجنا من دور ال 16 وفي ناس كملت، وفي حد يعني كان حارس الجزائر رايتي وهاب لمبولحي صد ضربتين جزاء وصل فريقه النهائي. صح. فالشناوي كان سهل جدا يبقى افضل حارس في البطوله. لسه عند وجهه نظرك ان الشناوي يعني بمسافه عن اقرب منافسيه؟ ما انا كابتن قلت الكلام ده مع حضرتك من يعني اكثر من سنه. يعني انا فاكر كويس قوي ان انا لما كنت مع حضرتك حتى انا شاورت بايديا اليمين كده ورفعت ايديا فوق وجيت ايدي الشمال نزلتها تحت. قلت ان الشناوي في حته وكل حراس مرمى مصر في حته ثانيه. الناس في بعض الناس يعني ما عجبهاش الكلام، في بعض الناس طلعت ثاني يوم تنتقد الكلام ده، في بعض الناس قالوا لا الموضوع ده مش يعني حراس يعني لا الشناوي قريب جدا، وبالعكس في ناس ممكن تبقى متساويه معاه او ممكن تعديه. فانا لما بقول الكلام ده كابتن سيف والله انا مش بقول الكلام ده عشان انا يعني متحيز للنادي الاهلي او للشناوي او عشان انا دربت الشناوي فتره مش قليله. ان انا يعني الحمد لله رب العالمين الشناوي جه النادي الاهلي 2016 بعد ما كان مشي حوالي 7 سنين بره النادي الاهلي. فرجع في وجودي في 2016 لما انا كنت موجود في النادي الاهلي. فانا بقول انا بقول الكلام ده لان انا متخصص وشايف حاجات الشناوي. صح. بدا الشناوي لا مختلف. الشناوي كابتن دلوقتي بينافس، انا قلت ان الشناوي من افضل 10 حراس مرمى في العالم، برضه الناس مش مصدقه الكلام ده. لا الشناوي لعب في كاس العالم ادى، الشناوي لعب في كاس العالم للانديه كان معاه نوير موجود في البطوله، شو كان عامل ازاي في البطوله، ماتش لو حضرتك فاكر ماتش بالميراس وماتش مباراه البايرن والشناوي كان متالق. النهارده بيلعب في الاولمبياد وبيقدم منتخب البرازيل ومنتخب اسبانيا ومنتخب استراليا ومنتخب الارجنتين. فايه اللي يفرق، ايه اللي يفرق حراس مرمى العالم عن الشناوي؟ غياب الشناوي عن المنتخب الاولمبي يا كابتن كان يؤثر كثيرا على المنتخب جدا. وبرضه يا كابتن انا طبعا يا كابتن سيف انا معاك 100%، وكل الاحترام لكل الحراس الموجودين، ده سؤال فني يعني. انا قلت لو الشناوي مش هيروح الاولمبياد يبقى اللي يروحوا الثلاثه بتوع المنتخب الاولمبي. ايوه انا عارف. صح. يعني قلت يروح محمد صبحي ويروح عمر رضوان ويروح محمود جاسم. انما لو الشناوي رايح يبقى خلاص، يبقى الشناوي لا يعني الشناوي مختلف. وقلت كمان قلت فاكر كويس قوي، انا قلت من سنتين لما المنتخب الاولمبي وصل الاولمبياد قلت الثلاثة اللي يروحوا انا فاكر كويس قوي، قلت الشناوي وحجازي ومحمد صلاح. الثلاثة اللي يبقوا موجودين مع المنتخب اليوم. طبعا محمد صلاح لظروف ناديه وظروف ان النادي ما يعني دي بتبقى راجعة للنادي، النادي يوافق او ما يوافقش فتاخد الونش بدلا من محمد صلاح. انما حتى قلت كمان ان الشناوي ممكن يبقى اهم لاعب في الثلاثة. صح صح. الشناوي كابتن فرق معانا جدا، ودي كانت حقيقة طبعا حقيقة. الشناوي ما شاء الله يعني عندنا جول دولي، عندنا جول عالمي، انا بعتبره من فعلا دي حقيقه لازم تتقال. وده شفناه في كل الماتشات اللي لعبها، الماتشات الكبيره مع منتخبات ومع انديه. فالشناوي لا مختلف، واتمنى ان شاء الله باذن الله يعني زي ما هو ماشي كده. الشناوي عنده دايما يا كابتن سيف بيخلص البطوله ما بيفكرش بينسى خلاص ده بقى ماضي بالنسبه له. صح. بيفكر في اللي جاي، فدي مواصفات شخصيه موجوده في حارس كبير، اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقه في اللي جاي ان شاء الله،
ويفضل كده مكمل مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي 10 سنين جايين ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك يا كابتن طارق، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن طارق سليمان المدير الفني او مدرب حراس مرمى نادي المقصه، بشكره شكرا جزيلا. وعايز اقول لكم